إزاري درساتشن دمو ميهونو النزيه تلان دي تكسناتشو بعبادة عينتوش من رجعتشو دليلاتشو يهونا المالذن شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يتوحيد تلاتوشنا يسونا تلاتوش سمون اندمي أطفوت هيدل ليان داندو نغيقرو مرجع ياسكمتان سووش ينن كتاب أصول ثلاثان زنبلو بدفنو يتألوتان ياترال لوتان نغرقن بمرجع يالو ستتقن يه يهنو بلوقن متقس عيجو مكنياتون كتابو تنش كمهون عمقا ياسكمتاتشو ويمدمو يا سفرة شوكم نجر بتأم سفينة لمشركوش ما يمتشنا ليان داندو نجر مرجع كقرآن يسكمت ولتنا سنزي هنن بدليل بمرجع مقافتنا ستاتون مجلس سياكة هاتشو زنبلو مهبر سبون كزي كتاب اللي تكام ويمدمو هنن كقرى على الأقل صورة ثلاثة بتككلي كقرى سو زما بلو يمانم انتو فانتو عيكبر مرجع يمت ايك من دنو مرجع يمالت لمدي اداب براد انتو سل شرك عصيافي النتي الرد سل توحيد من النتي عوك يها عوك امالت نزية امتنا يبيرع شرك بودنوج انكرو يتفعل مالت اين سلم يوكونو بدفنوك شو محمد بن عبد الوهاب سبر مياستنككوت يعني الكتاب كتاب نجاسة وصوله سلاسة ماتي كتاب نجاسة يالو سوون مالتنا يزي كتاب مياركوت شو محمد بن عبد الوهاب لمسلموج تلك ولا سايوالة لتوحيد يلفة مسلموج نبياتوج بتقوازو بتقودانا يودو نبياتون فلق انديزو تلك طرت جهدات الرقاء تلق عالمو يهنن عالم سهتت يهنا وقلوب من رجار لم يقلت وشت كطفت بمقطف كسو السو لك عند جراك يسلالو مالتم لك عند جراك اغنى توقن إشا محمد بن عبد الوهاب كتابوش انقلت ايا كرا يوقوال مالتم يوقوال من اينت تاقاي عندنا بلتوحيد مناك الميلف عندهم عبزان يو كتابوش بفيق لا يدلو بتوحيد زوريا باك ادا زوريا تلتنا ناجم إن ثلاثة الأصول كتاب التوحيد قواعد الأربع وكذلك كشف الشبهات النزي كتاب وشتى واجو من أكل لا أكيدا لك نبياتك رسولك سيادة القتن دنبر ودعوة بعقيدة لي بتوحيد زوريا ميات أن التن دنبر سووتشن كشرك بمطرات أن الله بتشان ديعملك بمطرق لي ستة قليل نبر سوندونا يوكال مالت قن يزيه دعوة يتوحيد السنة ثلاثة كن السن لكن ده إسلام ثلاثة درجوا نوم يا كروت مالتنا طيب سلسي عبارة هنا سوتش تكسوال نجي عبادة وجه الله نجيك الله سبحانه وتعالى وجه لما نمن دم ما يستو بالسؤال أهون دمو من رجع شو نمي تكسو ودليل الخوف خوف عبادة مهولنا كالله سبحانه وتعالى وجه لما نمن ما يستو لما هو من رجع قوله تعالى كفي لو قيتاتني الله نذكرنا الله من على فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أتفرجوا فلا تخافوا أتفرجوا وخافوني يلقوس أن ينفر إن كنتم أونات دهونات مؤمنين أمان دهونات سيزي الله أنه مفرات الله أنه مفرات يأمنت مسرات على الرقو مالتنا إن كنتم مؤمنين بلو يأمنت مسرات على الرقو شرط على الرقو سيزي أمان هنا سو مؤمن هنا سو لفرا ميقبو الله بجان كالله سبحانه وتعالى وجي الوكالاتوج الله انجي ما يجلوني هنا قدات تكم قدات يامت أبين يوم تكم ملكام نقا يانا سبين يالبلو مفرات يلبت يسمون يال ياده ايون يال يونا قر يادر سبين يالبلو مفرات يلبت يهك هنا كأمنة ليوت ايجل كسنمنا يوت المات نردرج جين اند تكسنو تفترو اي فراج عند سو بتفترو የሚፈራቸው አውሬ ወይም ደግሞ የተለየ ነገር ይኖራል ያ ግን እዚህ ውስጥ አይገባም خوف سر የሚባለው ማለት ነው
قبر عملاكيوش هلا يا درغوتال موتانوش ولي نو شخ نو بلو يالوت اكل بتام يفروتال مات مياچو نو يمسراچو حموس لسو كالا كبروا لسو يونه قانون لسو انتن كالالو لتلك يونه غير متو نوردباچو يانن سو يانن شخ ميلوت اكل يونه غير اندم يادرغاچو ادرغو يفرال كزي مالفو كجن يفرال جني غودانا يتقمنا بلو يفرال يقولون هذا بلغة هذا الرسم بلغة يطلع ينقرأ توجني فعل مالته أي خوف يشري كسلمنا من السلطان ودليل الرجاء رجاء قديه تصفى مدرك يهم قديه عبادنا ملك من قر يا متألين يال ويا متفون قر ياسو قد اللين يال يعني سالين يال تبلو تصفى مدرك الله بجان الله نجي بما يشلو بونا نقل لي كالله سبحانه وتعالى وجي لن أكل تصفى مدرك يشركنا قوله تعالى لزيه دمو من رجاشن كفعلو جيتاشن الله نكركرنا الله من على فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو تصفى مدرك هناك تصفى أدراك هناك لقاء ربه جيتاون مجنانيت رجاء يالو جيتاين الجنان يالو بلو تصفى أدراك لا يسب يهاكال فليعمل عملا صالحا فليعمل إسرا عملا سرا صالحة ملكا من السر يسر صالح ميونو عند السر عملا صالح من باره لت مسفر سيام والله عندنا بإخلاص لالله سبحانه وتعالى تبلو سيسر انه لتنيا متابع نبي عليه الصلاة والسلام بسروت من قدنا بسا شوفانا سيسر نزيه لت مسفر سيام والله ياسرا صالح من باره سويو بإخلاص قال سروا يا عبادة عملكوت نبيو فا بسروت فليكم كوا بسروا يا من ايهونم شركنهم يهون عبادة ايهونم عملا صالحا ايهونم كياتم إخلاص قدر من نيو ملكا مزرع الله زند تكبنين تياقين زند نزيه لتنا قراتوش إخلاصنا متابعة مسفرتنا إخلاص كليلة يا سرع شركنا متابعة كليلة ودوه بيدعنا يونا ملكا مزرع سرتو بس جالي ينبيو فلك فانا من رجعي للو كهونا نبيو يلا استمرت يلا سيدكونا بيدعي بالان تقبلت أجنبي مالتنا. لما النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. زيجوا رأسه من مدى مسالين. مولد من ساتي كلا النبي ولدت مولد في النص. سوتش بإخلاص إنه يسرط أبزني وجهه. يا الله فيتفلقوا مالتنا. يا الله فيتفلقوا بإخلاص يسرط. قني هب تشابك إنه عدل. هو التاني مسفر من يسفلقوا المتابع يسفلقوا. النبي يسرط وتعال. عز وتعال. ما الرجال لو يكون الحديث يلو. سلزي من دونه ما يبيد عنه مالتنا. سلزي يعني إخلاص بتشاب مجنيته من أجنم أجر أجنم موليد بمكبر أجر سه وانجلوس نميجا ولا من بديل لي لله أديس فتأ سلام التمالك نبيو الله يعلم الكوبة نجر صحابوتين يعلم الكوبة نجر الله يعلم الززن بزي نجر لا يعلم الززن هنا أديس فتأ بديل لي أم تطول لنا مالك سيد توقع شناتشو سرتشوم نبي عليه الصلاة والسلام من دلوت مردودا ودراساتو تملاشنا من أجر أجنم وانجل يجابو بهون إن شاء الله سرزي عملا صالحا ملكامي هنا سرا يسرا ما نمس الله مجنني فيك لقاء ربه ما نم الله جيتوني جنني دوني لا زنت عليه منور يلم جن بسلام بتروني ده الله مجنني تفلق فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عقر بعبادة ربه بقيته وأن ملكت لأحد ما نم أنكر الله رجاء ما يرجو لقاء ربي تصفى ما ترد له عبادنا لا الله نجي لليلة ما يستطيع هنا مالت قلت سأسوليج بميشلون انقر تسفى مادرك تجرال مثالي برا الله عندسو اندي يبدره يبدره يونا بلسون تسفى مادرك تجرال الله نجي بما يشلون انقر لأي قلت فترتات تسفى مادرك نعم كجر يزينجزين وشرك ميهونو ودليل التوكل يتوكل دمو دليل مرجو قوله تعالى كفى لو جيتاشين الله نكرنا وعلى الله بالله لا يبجى بالله لا يبجى فتوكلوا تمكوا ان كنتم يهوناچون دون مؤمنين امانيوچ دوناچ سذي توكل بالله لا يمنكات عباده بل يامنت مسرت ادرك الله امانيوچ دوناچ بالله سذي امان كالله وجي بالله قال اي مكه مالك امانيوچ بالله نو ليمكم يكم وعلى الله فليتوكل المؤمن دال وعلى الله فليتوكل المتوكلون دلو الله مالتنا سلزي وعلى الله با الله بيتش اي لا بغيره بل لا سيكون مالتنا فيتوكلوا بس بيتش تمكوا ان كنتم مؤمنين
ስለዚህ አማኝ ሆነ ቃል ያው በአላህ ላይ መመካት سبب كما درسك በጣም አስፈልጋለኝ ومن يتوكل على الله فهو حسب وقوله يجي قران انقص وعنده توتال بليل قران انقص الله من عليه ومن يتوكل على الله بأ الله لا يمين مكة فهو سوء حسب الله بكله بجنزبه بكبره بقوسه بقلبته عدمك من يوم نقر يا الله اجزاك للنا بأ الله لا يكالت مكة كنتون سنت عاكم ينبراته قلبته ينبراته يا عادي ثمود ترارة دنقاي فلفلو من ورسي سرو هنس أسيق نبو ينبرو من أشد منا قوة كان يبلا قوة عقم يالو ما نبرو سيشللو ينبرو الله كيت أمار القوات جوال ترى درقوات أفتوات جوال مهد سلزيه من كزين با الله مين مكة سو الله بكين الله كبكة من تفلق عني با الله كت مكة كت الله دار تفر كمن ما تفر الله يبكى الله الله بكين الله كان نسو تنقل شر من يدرقها يعدلنا هال يتبكى هال لن نسو قوة عقم ويسطة جوال الله هرل سيجع الله ينسو عقم تقوطات عرينو بالنسو لاي تشوامي نو سلازي عند بس لاي تمك تككلن يا من مكات مالتم لزان النبي عليه الصلاة والسلام تككلن يا اندو يوفا اينت من مكات بتمكو مال لو توكلتم على الله حق توكلها با الله لاي تككلن يا من مكات بتمكو لرزقكم الله كما يرزق الطير لك وف اندو يرزق ورزق اتنب مكياتهم وفتوات تغدو خماسا بعدو هدوات وطالت وطالت بكيتوات مكتا كذا سبوان أدرسا ماتا وتر 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 وترجو وتر يعني وترجو بطعم خدا مولتا تملسالج أو كما قال عليه الصلاة والسلام خدا مولتا تملسالج سلزي ككل من يامن مكاتب تمكوا الله يرزقك شو نعم رزق مالت انجلي بزونا قد يكتتنا الله ملكا من هولي يفقك شو نعم بريدا قلت توكلات ان يزن دا من علم ترد علينا سلزي توكل مبال عبادة رجاء مبال عبادة خوف مبال عبادة لكن دا صلاة مالتنا እነዚህ ዒባዶች የቀልብ ዒባዶች ናቸው ኸሽያ የሚባል ዒባዳ አለ እነዚህ ዒባዶች ላይ ብዙዎቻችን እንትና እንደራችሁም ትኩረት አንሰጣቸው በቀልብ ላይ አስባቸው አጅር መታገኛቸው ማለት ነው በተወኩል አጅር ታገኛለህ ትልቅ አጅር ምንድነው አላህን ተስፋ በማድረግ ምንዳ ታገኛለህ ልክ ሰግደህ ቀርተህ ዘክረህ እንደምታገኝ እኛ ብዙ ጊዜ ዒባዳ የሚመስለን የሚዘከረው የሚቀራው እንደ የተግባሩ ብቻ ነው ትኩረታችንም ብዙ ጊዜ በዚያ ላይ ነው ግን ከዚያ በላይ ትኩረት የሚሰጣቸው ነዚህ የቀልብ ዒባዳዎች በጣም ውጤታማ የሚያደርጉ መመካት መወከል ተስፋ ማድረግ መፍራት መከጀል እነዚህ ዒባዳ ናቸው አጅር ብታገኝባቸው ስለዚህ አስባቸው በቀል ምን ያደርግባቸው وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه بقي ونص الله الله كبقى من يرجعها ودليل قد بالله ما تمكنا بزيانه غير متمكاكون الله ودزي يستقى ودزي مكابت نقدر اسو يبقى اهل حال معناته هيدو ما دغانو يفلقه بين كالله ميبقى ميادن ميطلله سلام ماينور ودليل رغبتي والرهبه والخشوع انذي ثلاثه دم عباده لمهوناجو رغبه انغدي تسفا عندما درك نو كن كجالوت نو يتسفا دك هايدرسه معناته رهبه عندي خوف من فراچا نو كن كمنغا كعمل كتجبار جاي تقراچا دك هاي درسة فراجة مالك رهبة يبالك خشوع انجليه متنا الناس مالك زك امال موادك اهم لا الله سويتكين لا الله ان لم يتنا الناس كزيابة لي لفترتات يتنا الناس يوادك قالوا مالك يتنا الناس قالوا زك الى الناس مالك بل اندو مشتكوك صوفيوك كبر عملاكيوك لك ابرو بالبيت اندم يوادك واندم يتنا الناس والله يتنا الناس يا عملكوت مفصمو بتبوت على سيهدو يا الله شو متنانس يا الله يا حظ قبرو يا اللبت ضري حوزن سيهدو جاما شو أهولكو قوم بس بلو كوشتا يا لبو مال قلبات شو ودزي عقبات شتونو يا شرك مفصمو تمالك أما صلاة شو ليلة الله سيهو انقن يلم قلبات شو يلم يلم منم خشوع يلا شو قلبات شو لبات شو ودليلا سيسي خشوع ميبارو ننقر بتعما سفل لكنو بعبادات شل በዒባዳችን በአምልኮታችን ላይ በሶላታችን ላይ በቂራታችን ላይ መተናነስ መዋደድ ልባችን አላህ ስብር ማድረግ ለሱ ዝቅ ስትል አላህ ከፍ ያደርጋል من تواضع لله رفعه الله لا الله ብሎ ዝቅ ያለ አላህ ከፍ ያደርጋል የኩራት ተቃራኒ ማለት ኩራት ያ አላህ ካባ
በዚህ ኩራት ላይ ይጋራኝ እጋራዋለሁ ያለ የተጋራኝ አለ አላህ እሰባብሯለሁ ብሏል። አላህ ኩራተኞችን አይወድም። የጀሃነም መቀጣጫ ነው የሚያደርጋቸው። ግን የሚተናነሱና ተዋዱ ያላቸው ባሮችን ይወዳል። ዒባዳም ነው አላህ ይፈልገዋል። ስለዚህ ኹሹዕ መተናነስ የሚባለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም በእያንዳንዱ ህይወታችን አጣፋጭ የሆነ ነገር ነው። ዒባዳችን የሚያጣፍጥ የሆነ ነገር ነው። ኹሹዕ ሲኖር ዒባዳ ይጣፍጣል። ነገር ግን ከኹሹዕ የተላቀቀ ዒባዳ ከሆነ ይሰለቻል። ለዚያ ነው አላህ የከሃዲያን ወይም ደግሞ የአይሁዶች ያኒ የሙናፊቆች ሰላት ምንድነው ብሎ የገለጸው ዊራኡን ያኒ ኩሳላ ወይዳ ቃሙ ኢላ ሶላት ቃሙ ኩሳላ የተሰላችሁ ኹሹዕ የላቸው ቀልባቸው ልባቸው ይያቦታ ስለዚህ የተሰላችሁ ይሆናሉ ማለት ሰው ኹሹዕ ከሌለው ከዒባዳ ይሰላቸው ቁርአን መቅራት እንደ ተራራ ይሰለቸው ሁለት ረካ መስገድ እንደ ተራራ እንደ መግፋት አድርጎ ይቆጥሯል ትንሽ ዒባዳ ላይ መሶበር መጽናት ያን ዒባዳ በተገቢ መልኩ ፈጽሞ አይችል ይሰላቻ ተካሱ ይሆናል። አማ ኹሹዕ ካለው ተደቡር ካለው ዒባዳ ከማር በላይ ይጣፍጠዋል። ያ ዒባዳ ውስጥ ሆኖ ደስታ ያገኛል። ኹሹዕ ከሌለስ ዒባዳ ውስጥ ሆኖ ጭንቅ ነው። ጭንቅ በቃ መች ነው መጨረሰው? ሶላቱ እኮ ነው መች ነው ማጠናቀቀው? ቂራቱ እኮ ነው መች ነው መዘጋው? ሌላው ነገር ዒባዳ ላይ ጭንቅ ነው የሚመጣበት። የዛ ዒባዳ ፍቅር አይኖርም። አዛን ሲባል የሚጨንቀው ይኖራል እኮ አዛን ሲባል። ልክ የቂራአ ሰዓት ሲደርስ የሚጨንቀው ይኖራል። ያ በጣም አስቸጋሪ ነው። አማ ኹሹዕ ካለ ግን የአላህ ፍራቻ ውስጥ ላይ ካለ ግን ዒባዳ ውስጥ ሆነ ማንም የማያገኘው ደስታ ጣዕም ታገኛለህ። ለዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሪህና ያ ቢላል ሚሶላ ቢላል ሆይ በሶላት ምን አድርገን አሳርፈን ይሉ ነበር። ጁዒለት ቁረቱ ዐይኒ ፊ ሶላ የዓይኔ መርጊያ ሶላት ውስጥ ተደረገች ይሉ ነበር። ጥፍጥናቸው ዒባዳ ውስጥ ነበር የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ያ እስኪመጣ ድረስ ደግሞ ነፍሳችን መታገል ጥረት ማድረግ ነፍስያ ትግል ትፈልጋለች። አንዳንዴ ወጣ ገባ አላት። አንዳንዴ በዒባዳ ላይ ጠንካራ ትሆናለች። ዒባዳ ኹሹዕ በኹሹዕ ትፈጽማለች። የሆነ ጊዜ ደግሞ በጣም ትሳላቻለች ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌ ምን ማድረግ ነፍስያ መታገል። ይሄ የሰው ልጅ ባህሪ ነው። ወጣ ገባ አለ። በኮንስታንት በሆነ ኢማና እንዲሁም ደግሞ ሁኔታ አትቀጥልም። ስለዚህ ወጣ ስትል ነፍስያ መታገል፣ ማሸነፍ፣ ወደ ነበረችበት መመለስ፣ ስትመለስ ደግሞ በዛ ላይ ማጽናት መያዝ እና እነዚህ ነገራቶች ማዳበር ይኖርብናል። እና ቀውሉሁ ተዓላ ለነዚህ ዒባዳ ያኔ መረጃችን ከፍ ያለው ጌታችን አላህ ንግግር ነው። ኢነሁም አለ አላህ አንቢያዎችን ለየ ብቻ ከጠቀሰና ካወሳ ካወደሳቸው በኋላ ነው ይህ ቁርአን አንቀጽ የጠቀሰው። ኢነሁም አይ አንቢያዎች ማለት ነው። ከዚህ ቁርአን በፊት ብዙ አንቢያዎች ገደላቸው እያወደሰ አንስቷቸዋል። ከዚያ በአጠቃላይ እነዚህ አንቢያዎች ደግሞ ሲያወደሳቸው ምን አለ? ኢነሁም እነሱ ካኑ ነበሯል ዩሳሪዑነ ፊል ኸይራት ዩሳሪዑነ ይሽቀዳደሙ ነበር ፊል ኸይራት በኸይር ላይ ይሽቀዳደሙ ነበር። ለነገ አይሉ ማለት ነው። በኸይር ላይ ይሽቀዳደሙ ነበር። ስለዚህ እኛስ በኸይር ላይ እንዴት ነን? ይሄ ቁርአን አንቀጽ ሼክ አብዱራህማን አሳዒዲ ሲፈስሩት አንድ ያስቀመጡት ነገር አለ። ምን አሉ? አዩሳሪዑነ ፊል ኸይራት ብሎ ማለት ዩባጅሩነ ኢለይሃ ወደሷ ይሽቀዳደማል ወደ ዒባዳ ማለት ነው። ويفعلونها في اوقاتها الفاضله ياكي بلاج بونوتها وقتها يسراتال من معناته مثالي الصلاه بنوصل ايش كرادم على الصلاه معناته قلباچو بسوره يتنطلطب بمسيل يتنطلطب نو كذا ياكي صلاه يفصموتال بلاج بونوتها وقت بمجمرى غيزي معناته نقازان كتباله بالا بمجمرى غيزي يفصموتال معناته نو ليلان عباره لك اندزي ياكي عباره بلاج بلاجنت بالات وقت لا تشقدادمو يفصموتال معناته نو ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي الله بميفلقونا تغبي بهونه ملكو يا عباده يفصموتال معناته يشارون في الخيرات وده خير ايش قراده مالو بلاچنت بالو وقت بغيزيو معناته كذا يعني عباده دمو يا ملكام سرا سيسرو دمو الله بميفلقو ملكو بخشوع مال بميفلقو ملكو يفصموتال ولا يتركون فضيله يقدرون عليها ملكام يقدرون عليها ملكام يميچلوت يونه نكر هايتو ፈጸም ይቻላል ማድረግ ይቻላል። እስቲ ነገው በኋላ አድርጓለሁ ቀስ ብዬ አይሩ ይሽቀዳደሙበታል ፍርሳው ይጠቀሙታል ማለት ነው አሉ። ስለዚህ እኛስ የአንቢያዎች መንገድ ተከታይ ሆነ ሰው ይሄ ነው። ምክንያቱም አንቢያዎች ልብ አላህ ያላቃቸው ቦታ የሰጣቸው ፍጡር ትልቅ ቦታ የሰጣቸው ናቸው። ከመሆኑ ጋር ግን ልብ በሉ በመልካም ሰው እንዴት እንደሚቻኮል እንዴት እንደሚፋጠን። እኛስ አላህ ወንጀላችን ይማራቸው። እኛ ደግሞ ስንት ወንጀል ያለብን መጨረሻችን እንኳን ያላወቅን
እኛ ደግሞ የበለጠ ልንጣደፍ ለወደ ኸይር ልንቻቆል ይገባል እንጂ ወደ ኋላ ልንደማይገባ የሚጠቁም አይሆን ነገር ነው። طيب በኸይር ይሽከራ ደግሞ ነበር። ስለዚህ የአንቢያዎች ሲፋ ባህሪ ነው። እንዲሁ ምን አለ ወይድዑነና እኛን ይገዙን ነበር አለ ረገበን መልካሙን ከጅለው በመከጀል ማለት ወረሀበን በመፍራት ቅጣታችን በመፍራት خير መልካሙን በመከጀል እኛን ይገዙን ነበር። አያችሁ አንቢያዎች አላህ ይፈሩ ነበር ማለት በል አላህን የሚፈሩት በጣም አላህ ከፈሪዎች ቁጥራን እነሱ ናቸው። ዒባዳ ሲፈጽሙ ደግሞ አላህን የሚገዙት ፈርተውት ይፈሩታል እንዲሁ መልካም ተስፋ አድርጉት። እነዚህ ሁለት ነገራቶች የሙእሚን ሁለት እንደ ወፍ እንደ ሁለት ክንፎች ናቸው። ወፍ የሚበረው እነዚህ ሁለት ክንፎች ኖሩትና ልክ ሙእሚንም እንደዚህ ነው። ፍራቻ እንዲሁም ተስፋ ማለት ነው። ተስፋ ያደርጋል አላህን ይፈራል። አንዱ ክንፍ ካመዘነ ይወድቃል ወፍ አይደለ? ከሁለቱ ክንፎች ባላንስ ሆኖ የሚበረው ቀጥሎ የሚሄደው አንዱ ክንፍ እንትን ካለ ወደዚያ ይወድቃል። ልክ እንደዚህ ሙእሚን ብቻ ተስፋ ከሆነ ፍራቻም ከተወ ይሄ አደጋ ልክ ሙርጂአዎች ሊሉችም ያሉበት መንገድ እንደሆነ ማለት ነው። ተስፋውን ተተው ደግሞ ፍራቻውን ከይዘ ደግሞ የኸዋሪጆች መንገድ ነው። ግን ሙእሚን መልካም ሲሰራ ተስፋ ያደርጋል ከጌታው መልካም ይከጀላል። ወንጀል ላይ ሲወርቅ ሲሳሳት ደግሞ ይፈራል ወደ ጌታው ይመለሳል። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገራቶች ባላንስ አድርጎ ከሄደ ወደ አንዱ ሲዛ ነበር አንዱ ወደዚህ ሲዋል ወደ አንዱ ሲሄድ ወደዚህ ሲዋል መሃል ላይ ቀጥ ብሎ እንዲሄድ እንደወፋ ተስተካክሎ እንዲበር ያደርጋል። ስለዚህ ዒባዳችን አመልኮታችን ሁኔታችን በተስፋና በፍራቻ ሚዛን ላይ መሆን አለበት ማለት አንዱ ማመዘን የለበትም። እናልባት في ሐለት الموت ወይም ደግሞ የመጨረሻው ህይወቱ ላይ ወደ ፍራቻ ሊዘነበር ይችላል። ከዚያ ውጪ ግን ቀጥ አድርጎ ሁለቱን ሚዛን አድርጎ መሄድ አለበት። ወካኑ ነበሩ አለ ለና ለኛ ካሽን ሚተናነሱ አይተሊሊን ለኛ ሚዋደቁ ሚተናነሱ ነበሩ። ስለዚህ ሶስቱ ነገራቶች ዒባዳ መሆናቸው በግልጽ አወቅን ማለት ነው። የአንቢያዎችን ባህሪ መሆናቸውን እንገለጻለን። ወደሊሉል ኸሽያ ኸሽያ ደግሞ ዒባዳ ለመሆኑ መረጃው ኸሽያ ማለት እንግዲህ ፍራቻ ነው። ኸውፍ ረህባና ኸሽያ ሶስቱም ፍራቻ ናቸው። ግን ኸውፍ የታወቀ ነው ፍራቻ ነው ሁሉን አካታችን። ነገር ግን ረህባ ምንድነው ፍራቻ ከሆነ መቅሩን በምን ቢል عمل ከተግባር ጋር የተቆራኘ ፍራቻ። ኸሽያ ግን ፍራቻ ሆኖ መቅሩን ቢል علم ከውቀት ጋር የተቆራኘ ፍራቻ ከውቀት ጋር ሲቆራኝ ኸውፍ ሲደመር علم ምን ይሆናል ኸሽያ ይባላል። ኸውፍ ሲደመር عمل ተግባር ምን ይባላል ረህባ ይባላል ማለት ነው። طيب ስለዚህ ለዚያን አላህ ምንድነው ያለው انما يخشى الله من عباده العلماء ኸሽያን ተጠቀመ እዚህ ጋር ኸውፍ አለ ኸሽያ ለምን ተጠቀመ ዑለሞች ዕውቀት ስላላቸው ፍራቻቸው ከዕውቀት ጋር የተቆራኘ ስለሆነ ማለት አላህን ከዕውቀት ጋር ስለሚፈሩት ማለት ስለዚህ ዑለሞች ናቸው አላህ ኸሽያ የሰጣቸው ማለት ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم وخشوا الناس ولا تفروا ان ينفروا عليه ودليل الانابه انابه ودا الله مملس ما كونجل كستت ودا الله مملس هم عباده نو قوله تعالى الذي مرجوا كفعلوا هيالوا بيتاشين الله نغغرنا الله من عليه وانيبوا تملسوا الى ربكم ولجيتاش ودا الله تملسوا واسلموا له لسو اججراچو سطوا واسلموا له لسو اججراچو سطوا متي قران انكسو قرطوتا من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصروا من قبل كذاب في تنوك اي ياتيكم العذاب قطعت كمن قطعت بفيت الله عاد في قطعت يامط يا قطعت بانت لا كمطى ولا تملش يالو بتل ايهون الا كما يونس ثم لا تنصرون قطعت كمطى ولا غير اي اتردوا تملش يالو بتلوم ايهون لك اند ما اند فرعون معناته تبرس يبال توس يبال انبيادا لك قطعتو سيمطى وهاو لا اند سمط سياق አመንቱ ቢላህ በኑ እስራኤልሽ ወአመኑበት አመኛለሁ ከአላህ በቀር በሐቅ መለጌታ የለም አለ። ቁጣቱ ከመጣ በኋላ ከገባ በኋላ የዚህን ግዜ አመኛለሁ ብትል አይሆን እንዴ? ገርገራ ላይ ከሆንክም አይሆንም። ፀሐይ ከመግቢያ መውጣት በጀመረች ግዜ የዚህን ግዜ አይሆንም። መስፈርት አለው ማለት ነው። ተውበ ወደ አላህ መመለስ አሁን ክፍት ነው። አላህ በቀኑ ክፍለ ጊዜ በማታው የተሳሳቱ ባሮቹ ይተውቡቱ ዘንዳ አላህ ይጠራቸዋል። በማታም ክፍለ ጊዜ በቀኑ የተበቱት የተሳሳቱት እንዲመለሱ አላህ
እጁን ይዘረጋል ይጣራቸዋል ማለት ነው። አሁን ክፍት ነው የተውበት በር። ነገር ግን ልክ አጥፊ ቅጣት በመጣሳት ቅጣቱ ላይ ሆነ ተመልሻለሁ ብትል አይሆን ጋርጋራ ላይ ሆነ ማለት ነው። የመጨረሻ ፍጻሜ ላይ ሆነ ተመልሻለሁ ብትል አይሆን እንዲሁ ፀሐይ ከመግቢያ መውጣት በጀመረች በዚያ ሰዓት ላይ ተመልሻለሁ ብትል አይሆን ሰይሚን ቀብሊ አንያቲኩም العذاب ثم لا تنصرون ወደ አላህ መመለስ በየትኛውም ሲያስፈልጋኝ ነው። ودليل الاستعانه استعانه ما يبالو نجر عباده استعانه انك اجازه متيق ما اجازه ارداته ما عرفت قوله تعالى كفعل منكر ايتاش نغكر اياك نعبد انت بتش انا ملك واياك نستعين انت بتش اجازه ارداته نتيقال اياك نعبد عباده باتقال يازن نستعين استعانه من غير عباده وسط يغبا نبر بين الله لمند نو اياك نعبد قال بها غزي عباده وسط يغبا من استعانه نطلو لبتش واياك نستعين ميل ياوطا استعانة لبتش يوطو كتبالة لأهميتي فتعام أنقب قابي أساسابي مونو لما تقوم لأيان داندو عبادة لأيان داندو لهلو نقر يا الله قزن لم يسفل لك لما تقوم لا عبادة لما سكر لما قرأت لما ذكر يا الله قزن يسفل لك الله كالاك قزن يقول نربطة هون كيرات متقروا صلاة مستقلوا ملكة متسروا براسي هاي الأكم قلبة دائمس الله صلاة قرأ لهم باي هون ما كبر ስለዚህ ኢያከ ነዕቡዱ አንተ ብቻ እናመልካን ወኢያከ ነስተዒን እንግዲህ ይሄ ሰው አንድ ሰው እንግዲህ ሶላቱ ላይ በቀን በፈርዱም በሱናችን ይቀራል ግን አብዛኛው ሰው ግን ይሄንን አያስተውል ምን ማለት ነው ሶላቱ ላይ ገብቶ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን ይላል ከዚያ ወጥቶ ከአላህ ስብሐት ወተዓላ ውጭ ያለካል መደድ አግይቱና እርዳታ ይጠይቃል ማለት ነው ድረሱልኝ ይላል ከአላህ ስብሐት ወተዓላ ውጭ ያለካል ቀብር ያመልካል ወሊይ ሷሊህ ያመልካል ምን ማለት ነው ምን ዋጋ አለው መስገድ ይሄን ሰው መዘከሩ መቅራት ምን ዋጋ አለው ምክንያቱም ውሸታም ነው ይሄ ሰው አንተን አመልካለሁ ይላል ካላህ ስብሐት ወተዓላ ካል ያመልካል ባንተ ብቻ እታገዛለሁ ይላል ሄዶ ካላህ ስብሐት ወተዓላ ባሉ አካራቶች ይታገዛል ስለዚህ ውሸታም ነው ይሄ ሰው ማለት ነው ሚለውን የማይተገብር ነው ማለት ንግግሩ ሌላ ተግባሩ ሌላ ነው ስለዚህ ይሄ ሰው ኩሽርክ ሙሽሪክ ነው ማለት በእስልምና ይወጣ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ካላህ ስብሐት ወተዓላ ካል ያመለከ ስለሆነ አምልኩት ካላህ ስብሐት ወተዓላ ብቻ ላካል ይሰጠ ስለሆነ ማለት ነው وفي الحديث بحديثهم دمو سلازي كده النبي عليه الصلاه والسلام ابسط قال منالو اذا استعنت فاستعن بالله هي انجد عبد الله بن عباس يمكروت كور اما مكروت است عنده عبد الله بن عباس كنبي عليه الصلاه والسلام جربا نبركوين لا كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم كذا النبي عليه الصلاه فقال لي يا غلام اني اعلمك كلمه انت وطات هون انجد النبي عليه الصلاه والسلام اتلا يغطامي بصحابوچ وسط عقيده توحيدن ياسرصو نبر انا منالو استمرحالو انا يازالو احفظ الله يحفظك الله نطبق الله يطبقها اي الله ندمبر طبق الله حق اكبر الله يطبقها احفظ الله تجيله تجاه يا الله ندمبر حق طبق كل كلاون تكلكل تزازون فصم تجيله تجاه في لفيت الله تاغنيوال اذا سالت فاسال الله اذا سالت بتيكسي فاسال الله الله بتطيق هي شو توحيد كذا قطرمات واذا استعنت اجزام دمو بتيك غزي ارداه تاجزا بفلك غزي فاستعن بالله بالله بتش تاجزا كذا وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء الا بشيء قد كتب الله لك امه اللي بيسوس انجد توحيد كطنا بهالا حقينا كتستكاكله بهالا كذا بهالا ما نملك كذا منالوت امه باتقلي ماهبر سوون አንተ ሊጉዳ ቢሰበሰብ በጌታ ከተመካሱ ብቻ የምትገዛ በሱ ላይ የምትመካከው ማንንም ምንም ሊያርግ አይችልም ማንንም ሊጎዳ አይችልም ቢጎዱን ካይላ ከተከተበ አላህ አለክ እንዲጎዱ አላህ የጻፈበት ወንገንጭ አይጎዱ ወይን ይስተማው አላ ይضرك بشيء ይሄ በضر ነው ነፍም ጥቅም ላይ ልክ እንደዚህ ኡማው ባጠቀለኝ አንተ ሊጠቅም አንተ ሊረዳ ቢሰበሰብ አላህ ካላለው ሊሆን አይችልም بيردهمونك الله لانت يصعف اللي هنا نكر بيهن انجال بزي ملكو يهنن توحيد هكيدا بزي السحابة نكرت اسك يوم انك عمل اماتشوم ميتالف هنا مرتنا حالي صحيح والحديث اخرجه الترمذي من حديث ابن عباس وصحيح الالباني رحمه الله طيب سيدي واذا استعنت فاستعين بالله فالله بتحت الجزاب له نبي عليه الصلاة والسلام لود صحابيات جو لعبد الله بن عباس نكرت مرتنا ودليل الاستعاذه يستعاذه دمو مرجو استعاذه ما تنقدر تطبقها معناته اللي يطبق كمدخو نجر كمدفراو كغودات اللي يطبق انقدر متيقو ما انه الله كالله سبحانه وتعالى وجهي يهون كالله سبحانه وتعالى قال ليهون بفصو ما يغبا
من قالوا؟ قوله تعالى يا الله نذكرنا استعاذة تبكى مالذا. قوله تعالى قل أعوذ برب الفلك. الله قل بل إلى شوال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ أتبك على بل برب كتابهنو الفلك يتفلك لك يكوه كتابهنو بالله أتبك على بل لبل لنبيون اندي منات لنياس يوم. قل بله بل أعوذ أتبك على بل برب بقيت على الفلك يتفلك لك يكوه بهنو يهنو يتفلك لك يكوه كتابهنو بالله أتبك على بل من شر ما خلق من شر كفات ما خلق الله تفتره فتو كل كفات تفلق لات إيقوه بهنو جيتا بهنو تفلق لات إيقوه جيتا بهنو بالله اتبك له من شر ما خلق الله تفتره فتو كل كفات نتنقل. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق كتألمام كفات مالت إذا وقب بتألمنا بمشي جيتا مالت كيف عبزها نيو كفو شري وجمال أنقايوش، ساحروش، بوداوش، ليروش ما لنا. كفاتا تجو بمعنى بج ألا ما نو ميسروت. رجي بج ألا ما جيب، كج ألا ما كفات ما أنت تطبق عنه. يعني بتفلك يتفلك بتفلك لكي جوه جيتا تطبق عليه. ومن شر النفاثات، نفاثات تفي كهونو سيتو تجيب شركم تنقل. في العقد بقعد أولين ما، بقعد أولين تفي كهون ساحروش ما، دقامي كهونو سيتو تجيب. كتجاميوت كساحروتشم كفات ما أنت تطبق عليه نفاثات ما تفتف نميلو ما له بملا في العقد بكر لي تفتف بلاو سهر يسرق كالناسو بشر كفات يتفلق لك إيكوه رب جيت أبوهنو بالله تطبق عليه ومن شر هنوم ككفات تطبق عليه حاسد كمكنيا كتنكرني ما إذا حاسد بتمكنيا جزي كسوم كفات بس تطبق عليه زي تطبق على بمدرب الله بتجانو ما له. وقل أعوذ برب الناس هم انقري وقل ليلك مرجان استعانة عبارة لبهن قل هنا بل إلى شاء الله سبحانه وتعالى أعوذ أتبك عليه بل برب جيت أبهن الناس يسول جوج كل جيت أبهن بأ الله أتبك عليه ملك الناس يسول جوج كل ملك نجس سبحانه وتعالى إله الناس يسول جوج كل أملاك تملاكي بتشين تملاكي بهن بأ الله أتبك عليه كمن من شر الوسواس الخناس من شر تتنقل كفان وسواس غوتغواچ كونو شيطان مال سوج سيزناغو ميكوتوبوز خناس انديو ميشاش مال خناس مال بچي سوج سيتنكرو سيذكرو مال اي شيطان وسواس مال خناس وسواس نو مال مال ميوسوبوز متو مالت نو ود متفو يغفافال خناس نو يششال ماشي الله ستاوسا ستذكر مال سلازي كسو تنقلم بزيه كتاب الله تطبق عليه الذي وسوس في صدور الناس يا بسول جوج صدور لبونا وجمع يوسوس يوسوس في صدور الناس بسول جوج لبونا وسط كفتو يوسوس كهونو شيطان يا من الجنة والناس كسول جم كغانين كوسواسوج كتنقلم يجو كالنسو فالله تطبق عليه بل بلو الله سبحانه وتعالى تناكر استعاذة من دنم عبادة أنا مالت بك اللم ميل مالت وسواس الخناس خلناس مالت اللم ميل ميشاش مالت ما كانوا ميشاشوا شيطان كانت تصدقنا كمان لك لذا النبي عليه الصلاة والسلام عذان سيسا مال من دنو براط فسون ينزرات أي ششال يروت أي ششال ما يسمى بثمان يهيد البثتنا الله بثمان يهيد الله ستواجه بفضلت يهيد ما يسمى بثمان ما يسمى بثمان لك أذان ومؤذن سيجم سيجرس نمت على مال ما توهم يوسوسال سنة سلسلة نامن يوسوسال لك أهونم إقامة سيدرك مؤذن إقامة سيادر إقامة سيل أهونم إقامة ما يسمى بروتو يهيد على مال لك إقامة سيجرس أهونم نمت على صلاة سجمر أهونم نمت يوسوسال مال أيش ذكر سيسمى إيششال خناس اللهم يلا لك ست زناقة سوسوسال نمت على يوسوسال. ودليل الاستغاثة استغاثة دمو عبادة لمهونو مرجع استغاثة ما تنقلين الاستعانة نبلنا القزار داتا نقلين استغاثة بچنك كيزي چنك بعدها كيزي كبار شكرس بودك كيزي متحررقو ارداتا ما نتأيك وارداتا استغاثة يبالا غوث هزيهم لالله نجي ليلة ايطيق قوله تعالى لي الله نجي بما يجلو نقرك هنا قوله تعالى كفعل القتاشين الله نكرنا إذ تستغيثون
استغاثة أرداتة قذا بمتايكو جزي ربكم قتاشون الله فاستجاب لكم الشهراتشو يعني الناس توسي علينا أنيني ممدكم رداتشو علو بألف من الملائكة بألف باندش من الملائكة كملائكة مالت مرديشين تكتاتا يونو مالت عندو هار عندو تكتاتا يبونو باندشي ملائكة رداتشو علو بلو ملسي ستاتشو هونو جيزي هونو أستاوس يعلن الله قريه اللب قالوا إيه نبي إيه قرآن أنكسي وردد بات ممكن أنسي تكسو على موج عبد الله بن عباس من إلال عبد الله بن عباس يمسك ناس صحابي يستلالفوا حديثنا نقري يبدر زمجة جيزي نبي عليه الصلاة والسلام سيايو مشركوش عندي شينا كذاب عيناتشو تعمي تدراج عيناتشو صحابوش مسلموش دمو صوص مطع صنع منها من ناجو بطع معنا صنع يزيه لصوص تتقف يعني نسو مالت كتال هذا التفات طوال انجدي نفي عليه صلاة صنع انك لاينو انجري بزي كتال هات فتكات انكبت فيد لفيت اندي بتاياز كبس عاف هزيان نفي عليه صلاة صنع ابو بكر ودا دمقانو هيدونا نفي عليه صلاة والسلام انجري بزي بجنك ساعت اجاتنا ودا الله نسو لببل اجاتنا ودا الله نسو يا رب اللهم أنجزني ما وعدتني الله يكالي يقبها اللي يفزم لي النزيه صاحبوش قال أفاجه ما نوم دل لها أنتم يا ملك سلزيه لنزيك هاريان دل أن داي سرعته لمؤمنه لصاحبوش أن دي رداته أن دي نصراته النبي عليه الصلاة والسلام إجاته أنسطو الله ملما نجمر اسكا من درس يلبسو تكودها اسكيود كاتو درس كازي أهو بكر أنسطو اسكالي بساتو درس يا رسول الله أبشر يفك أخل بتعام سيابزو سيج أنكو مال يبقى هل الله قال يقبل يفصل منها على روت علاچو او بكر صديق مالك احنا زي قال لبر بلم بيازو النبي عليه الصلاه والسلام بزي بچن كغزياچو بزي بطورنت كطلعت كبتفططو استغاث يتيقوت ماننا نبي الله ابراهيم نال تيقو عيسى نال تيقو ليلام اغوتاچو عباس نال تيقو ماننا مال تيقو ود ما نو اجاچو يزرغوت يا الله بر ود الله سيزي سولي سي چنقو استغاثه لاي إنك لازم ود الله نودي من لازم يكبر ود وليو شارل ود كبر بحاله بيتو شارل ود أبو قاد جيلاني ود سرنا خدر ود ألكس ود كاتباري ود الزيا ود ليلام ليلام أيدر إنك سيلا وجلك النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الرجود ود الله هي عبادة كالله سبحانه وتعالى هنا نكال كن متاركون هي شرك نفس من المي هذا كذاس الله استجاب ستاج إيشان فاستجاب لكم استجابة ستاج الشالج وتأتوا هوا يشتى الله من علم أني ممدكم ردعت شوالو أنا أني ممدكم ردعت شوالو ردعت شوني يالج بألف من الملائكة بألف من الملائكة بعندش الملائكة مردفين تكتعت عيوش سيهونو مالك تكتاتي متو ميال قزواتو ملايكوش فملاك رداتو اللوسيل لنانت يتكبلاتوهن استوصو مالتو فمالت الله استجابة يستطعتوهن استوصو بلو الله تكسو مالتو استغاثة سلسي عبادانو لالله بجم يستطع مالتو يستستغيثون ربكم يتاتوهن ارداتا بثلقاتونا بتأيقاتو جيزي فاستجاب لكم لنانت رداتو استجابة الشيء لاتشو دعاتشون تقبل لاتشو لكم لنا ردها هاتشو مال ردتشو هاللو بلو مالتنا أني مميدكم أني ردتشو هاللو نعم فاستجابة لكم مالت الشيء لاتشو تقبل لاتشو مالتنا ردان فالاتشو بجابة بدر زمن جاكسي فاستجابة لكم لأنت الشالج تكبرج من إرداتك تريال تكبر أني على أني ممدكم أرداتك والله رداتك وني على بألف من الملائكة بأندش ملائكة مردفين تكتهت يوتشون بأندش ملائكة أرداتك والله سير لأنت يترياج هون الشيء على جون يتكبرج هون يعني تستد أستوسو على جون ودليل الذبح ذبح أرد دمو مرجع يعني عبادة مهونة كالله سبحانه وتعالى لقد ما يسأل مرجع قوله تعالى كفعل الله سبحانه وتعالى كفرنا
قل بله فريلا تقول إن صلاتي صلاتي ونسكي إردي إذا بحما ومحياي هيوتي ومماتي موتي لله إلى الله رب العالمين على ما كتب الله سبحانه وتعالى بتش على السنة كعبادة أنا يقول له السنة بتش من كبار لا شريك له للسنة زلي تجاري لهم بله بل ومن السنة كسنة كحديث تمو النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الله ردهما كرحمته أبار وعلو من ذبح يعرضي هناك لغير الله الله سبحانه وتعالى بتش إلى الله كيعرضي هناك الله كرحمته أبار لعن من الله مالك الله كرحمته أبار رومار في الجنة كرحمة أبار رومار من ذبح يعرض لغيره كالله سبحانه وتعالى ذاك ودليل النذر نذر صلاة قد عبادة لمهن قوله تعالى كتاب نذكرنا يوفون النذر صالح وشدقاك وشي الله باروش جنة باروش منها سيقلت من الله يوفون يمرادوا بالنذر بسلتاتشو يمرادوا سلتاتشو يمرادوا لالله مالك صلاة قبول الله بجانا من مولد ويخافون يفرالوا يوما كانن كان شره كان يهون شره يكأنه كفات مالته مستطيرة كلنا كاتشنا كلن عدراش يهون يوم القيامة كان يزن كفات يفعل الواحد يتنا كقالوا بملكان في زكاة جالوان شره يزن كان كفاته مستطيرة كلن كاتشنا ودليل الخوف خوف دم عبادة لما هو مرجع قوله تعالى كفالو كتاشن الله سبحانه وتعالى نذكرنا فلا تخافوه مخافون إن كنتم مؤمنين هي تنوى المسلم نعم إن شاء الله زيليناكم هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.